ما عندوش يقعد عطشان يدور البير حشكل فيها الدواء يقول لكم تمشي له يقول لكم ما تعبيش راه فيه الدواء راهو شيع بالعار راهو حرقه راهي صدق نقصب الوجيعه وسلير ربي بلا ماء ما عندنيش ما ثميش تصب الماء في الصل من البيدونه اللي تجيبه المراه بعد مشوار ترجع تلقاه احمر ونشربوا فيه احنا مثلا كان يموت واحد يندرى نمشوا نشرو ستيكه ماء احنا باش نغسلوه ولا باش نعملوا له والله ما نمشي مريض ما عندي بروت ما نمشي نعبي هنا عطشان يوصلناش الماء خويا تاع الجمعيه باش وحضرنا الماء ما كنقعدوا عطاش الصيف الصيف يقص علينا خلاص يمشي عادنا امل اللي يقص نتاع الجمعيه مشي تمشي صافي فهمت الصيف كامل يقص عليك الماء ما تلقيش البير خويا مره ما تشربش حاشا وليد الماء عندوش يقعد عطشان يدور البير حاشا كذا فيها الدواء يقول لكم تمشي له يقول لكم ما تعبيش راه فيه الدواء تو هو ما السونيت راهو قريب للديار 300 بيت ما فيهاش قطره نتاع ماء اريد نساوينا ذي الكل تخدم في الفلاحه فهمتني تعملنا في تروح نصف النهار من الخدمه تمشي تور تعبي الماء ما يقيلش ربي تو الماء قريب حدا مع بعدهم خلصت وصيلها هي نتاع البلديه ونتاع السونيت الله اعلم علاش ما عطوناش الماء 3 سنين مخلصه العباد لا شربت لا ماء لا شيء تواصيل عندنا باين هاي تواصيل في دين مدلو التواصيل خلي يشوف جاء المعتمد قال لك خلص مشينا خلصنا مشينا للسونيت صححنا لا فما ماء هذوما الظروف نتاع عندها 70000 تمشي تخلصها 3 سنين وما تعطيهاش الماء المرأة هذه تورد يوميا الرجل هذاك يسكن بحذايا كل نهار بالبرويتة في الكياس يعبي في الماء هذاك جرم متاع الزين بدون ما 20 لتر فهمتني هذا الطماطم موجودة توي كنا العبيد اشترها موتت من دواء طماطم هالرجل هذا يريد الرجل هذا مرته مريضة من الدواء متاع الطماطم شربت الماء انها ريد مرته وهيزها في الكياس من لوحة الانسان هذا من الماء الانسان هذا تخزر له رجل هذايا وحده يسكن هو مرته مريضه ملاوحه ومسكن يمشي يورد في الماء يمشي حكايه 7 كيلومتر باش يعطوه بدون ماء عطشان والله ما نمشي ما مريض ما عندي بروت ما نمشي نعبي في الماء وحلقوا السونيت بحذاك عندنا سنين نحردوا ودافعين الفلوس وما جونيش كنفزوا صباح صغارنا نحشموا كي يقولونا اعطيني باش نغسل وجهي ما عندناش طفل باش تولد راهو شيع بالعار راهو حرقه راهي صدق نقصب الوجيعه وسلير ربي بلا ماء ما عندناش ما ثميش قالوا امشوا خلصوا ولا شنيا خلصنا كل واحد 100 دينار واحد ما ادري شنيا فهمتني في البلديه تو ما ثم شيء تو 3 سنين وكذا ما ثم حتى شيء هذا تو نستنوا وجاء مطر صب علينا وهنا جينا تو كنا على ساكين علينا على 20 كيلومتر على ساكين وانا جاي الولاي ومجموعه اخرى خليناها غادي كذا قالوا ما نجموش نمشوا على ساكين انا دخل الولايه تو كان من المعتمد قالها تو ما ندريش شنيا ما ندريش شنيا الوعود اللي جاتك وقال ما هو في بالي به يعني المعتمد في باله بالوضعيه دي قال ما هو في بالي قالوا ان شاء الله العوت كذا العوت من هنا العوت من هنا لا ما هذا شيء كما كانوا يحكوا تو كان جيراني نجيبوا في الماء من الواحد تصب في السطل تلقيها احمر منوطه بالتراب هذوما تو تصب الماء في السطل من البيدونه اللي تجيبوا المراه بعد مشوار ترجع تلقيها احمر ونشربوا فيه ويعود مخلط بدوا طماطم نحن نلاجوا على الماسونيات ما عندناش ما نحن تقص علينا السباله نتاع الجمعيه مره تجينا في العشر ايام في الشهر تجيش مره نحن عطاش نحبوا على الماء ما جيناش خلاص نحبوا على الماسونيات نحن قصينا تواصيل وخلصنا كل حد خلص 80 واحد 100 واحد 90 ولتو لجونا من 2021 2021 صبينا فلوس وما جيونا لا قالوا لا اعطونا ما ولا قالوا لنا شيء الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه